محمد فوزي مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. ماتش صعب. الحمد لله على التأهل. لا احنا اللي صعبناه. الماتش مش صعب، الماتش سهل واستسلمناه بزياده، واعتقد معظم الكلام اللي حضراتكم قلتوه قبل المباراه حصل، والكلام الحمد لله اللي انا قلته اعتقد في المباراه حصل. يمكن التعامل بين الحارس علي كان سيء سيء جدا، يمكن ما شالش ولا واحده في المباراه. كابتن شريف بيضحك بس انا دي حقيقه، يعني دي حقيقه. انا لو قلت غير كده يبقى انا بكذب على الناس. يعني لا انا كان قلت ان هو عنده برود الحارس، يعني بيقف بارد كده، مش هايب الموقف يعني. لا في فرق بين البرود وعدم القدره. امكانياته يعني امكانياته فنيه محدوده. بالظبط، انا شايف ان هو قدراته قليله. يعني لو جينا اتكلمنا، انا قلت لكم قبل المباراه انه بيتعامل مع العرضيات بطريقه سيئه جدا. في حالات انا جايبها مثلا في الدقيقه 17 اول كروس اتعمل في الماتش من علي معلول. كروس معلول طلع ضرب بالبوكس من حته، الكوره في حته وهو جسمه في حته تانية خالص، فخلى الكوره تعديه. لو كهربا احسن التعامل معاها كان اصبح هدف. الكروس اللي بعده يمكن في الدقيقه 47 الهدف البنالتي اللي انا شايف من وجهه نظر انها من وجهه نظري كان كحارس انها بنالتي. انا قلت كده برضه، كلنا قلنا كده. طالما كهربا وصل قبل الحارس بالظبط، يبقى الفاول على الحارس مش للحارس. ضربه الجزاء دي كهربا بالظبط لما راح طبطب عليه، لما راح طبطب عليه بالظبط. يعني هو ده، يعني انا ما شفتكش، دي عدم كياسه للاسف. انما الحكم والفار ما لهمش دعوه، دي وجهه نظري. يعني دي تبين لك ان هو وصل للكوره قبل الحارس. مظبوط، طالما وصل للكوره ولعب والحارس تداخل معاه صحيح، يبقى فاول على الحارس. على الحارس ده برضه كوره عرضيه، برضه لم يحسن تقديرها اولا لانه طار في حته وكوره في حته. هو لو كان قطع كده في الاتجاه ده بدل ما يقطع بالعرض في الاتجاه اللي رايح فيه كهربا، لو كان قطع في اتجاه الكوره بهذه الطريقه كان هو وصل قبل ما كهربا يوصل. هو في كرة الاولانيه برضو كانت جت قبل في اللقطه ديت قبلها، اللي هي الكرة اللي بالبوكس اللي انت قلت عليها. هي يا كابتن، هي دي بالظبط يا كابتن، هي دي بالظبط. ان هو برضو نفس عدم تقديره للمكان اللي الكرة هتنزل فيه، الكرة بتاع كهربا، ودي هو بيعمل جامب من هنا والكرة المفروض عشان تعمل لها جامب توصل لها هنا، فما قدرش يحدد مكان البوكس في الكرة فين. زي ما انت قلت هو بيلعب برجله كويس. هقول لحضرتك حاجه، في الدقيقه مثلا 44 في الشوط الاولاني في كره اتلعبت كروس من فوق كده متشال لكهربا، بدل ما يروح يمسك راح شاطها برجليه وهي جوه في قلب ال 18. ده دليل انه ما عندوش ثقه في امكانياته كحارس، بس عنده ثقه في امكانياته انه لعيب كوره. ممكن لعيب كوره ما كانش اصلا حارس. ممكن مثلا في الدقيقه 47 بعديها الدقيقه 66 برضه نفس الطريقه بالظبط. لا مش دي اللي بعدها، معلش. ايوه كروس من علي معلول برضه طلع يجري طلع من غير تحديد اتجاه، طلع بره. لو كهربا احسن ركوب الكوره كان او سابها البيرسي تاو، او حتى لو كان سابها البيرسي تاو كان ممكن تاو يحرزها. وده برضه دليل على انه ما بيعرفش يتعامل مع الكرات وما بيقدرهاش صح. اعتقد في الدقيقه بعد كده الهدف بتاع كهربا في مشكله كبيره. لا دي ماشي نشوف دي الاول، دي في اخر دقيقه اللي قفش عملها بالعرض، كان عايز يعملها تشيب تاو وتاو وقف. الجون هنا تعامل بغرابه غير يعني غرابه كبيره جدا. اولا ولا هو طلع مسك، ولا هو طالع يقفل على الراجل، ولا هو طالع يجري، ولا هو طالع يطلع كورنر، لدرجه انه مش يا كابتن هو مش محدد هو يعمل ايه. انت بتضحك بيفكر في رجله بس هو عملها لنا كورنر والحمد لله خدنا الحمد لله جت مساعدنا. ماشي بس انا بتكلم خدمنا في تعامله مع العرضيات. انا شايف انه تعامل سيء جدا جدا جدا، واحنا ما قدرناش نستفاد ولا هناك ولا هنا من سوء التعامل مع العرضيات بالنسبه للحارس علي جمعه. يمكن في حاله عايز افرجكم عليها، حاله الهدف. الكره معموله بالعرض برضو، وهو بيتحرك وهو مش شايف حاجه. احلى حاجه ان هو بيجري وكهربا بيحط رجليه، عشان كده عمل ايه يا كابتن؟ لف وراح وقع على وشه. وقع؟ لا لا مش وقع عادي. هو ممكن تترمي فانت ما تلحقش. ايوه انما هو وقع على وشه، ده دليل على ايه؟ انه اثناء لعب الكره كان هو في حركه. أيوة. وطالما في حركه يبقى أيوة. مفيش رد فعل. مفيش رد فعل، فهو عشان مش لاقي حاجه يعملها فغصب عنه لقى نفسه بيلف وقع على وشه. ايوه دي الحالات اللي يمكن تعرض ليها علي. اعتقد الشناوي